بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله ومرحبا بكم في قناة البور تي في مع طالح هابط الشيخ النووي كالعادة. مباشرة نرحبوا بكم في العدد، وقال شحال العدد؟ 47 47 من الموسم هذا الثاني. أطلق لي فيسبوك هشام. الفيسبوك هو كالعادة www.chab.com.tw.dort.facebook.dort.mail.طالح هابط مطرق مايل. مباشرة خالد غير نكمل الفيسبوك يرفد يديه. يا خويا شحال شديد طلبة طلب خالد، طلب خالد الزويري. الطلبة هي كالعادة العزيز موجهة للعزيز والشيوخ بالحقيقة، واللي يحب يعاوننا نقولوا يرفد يده ويدعي الدعوة. يا اخي راهي باطل بلا دراهم لا والو، يرفد يديه. احنا ولا ما راح ندعو، ما ندعو لينا، ما نطالب الا مال لجهة، نطلب دعاء فقط بسيط جدا. هو اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ بلادنا الجزائر الحبيبة، واللهم احفظ شعب الجزائر، واللهم انصر المحبة بيناتنا، واللهم انصر المحبة والأخوة والإخاء بيناتنا. اللهم ارزقنا يا ربي الله إن شاء الله عام ديسات 2017 عام تاع خير. واللهم اعمي عدياننا، اللهم دمر عدياننا، اللهم إن شاء الله ذيابة ربي يهديهم إن شاء الله، والجراوة ثاني ربي يهديهم، والحمد لله رب العالمين. خلاص نزيد لك دعوة خالد. يا أخويا خالد تقول عزوج ايش الدعاوي. نروحوا لباهر، نروحوا لمن ابو جره وينه؟ ايه احبس احبس يا سيدي يا هشام حتى نعطيك الفوفير. اليوم حضرنا واحد المنتدى فوروم داروه الناس زملاء تاع جريده الحوار مشكورين. داروا فوروم، موش فوروم هو الحقيقه، هو شغل مناظره حضر فيها الشيخ ابو جره السلطاني. اقلع لي الدال حسين وبن عباس مسخروا بينا. يا هشام روح. قلنا حضر فيها ابو جره السلطاني الوزير السابق تاع الصيد البحري، وقيل هو تاع الصيد البحري والسمك، يا ورئيس حركه الحمس، ومقرن ايت العربي، مقرن ايت العربي معروف، فونداتور تاع الحزب لرسيدي اكس، وسيناتور اللي يرمى المنشفة، وذكر حقوقي ومحامي معروف، يعني معروف مقرن ايت العربي. حضرنا احنا عادي، كل واحد يضرب على قرادو. مقرن ايت العربي يهضر الموضوع هو الاسلام السياسي والمستقبل تاع الاسلام السياسي الى اين. مقرن ايت العربي هضروا قال ولدي، قال له انا جامي شفت واحد في المعارضه وساكن في كليب ديباع. هذا مقرن ايت العربي قالها، قال انا جامي شفت واحد في المعارضه وساكن في كليب ديباع. جاي يسمى من المفروض انه بو جره سلطاني يرد عليه. بو جره سلطاني طلع وقال خطر ثلاثه ما ردش على القضيه هذه. نبهته انا قلت له يا شيخ هاك ما قلت لنا والو على كليب ديباع. غاضوا الحال وقال لي، قال لي روح تلعب على روحك انت، روح التبطه على الهابط تاعك. والمهم نسمع مباشره واش كسرى ومن بعد هيا هطلق هشام. فما ادري لماذا السيد العربي مع احترام وتقدير وثقافته متضخمه في القانون والتشريع، لكن باعتقادي انه لم يطلع على ما تقوم به حركه مجتمع السلم والاحزاب الاسلاميه في برامجها. يعتقد ومن حقه ان يعتقد ان ما طرح اليوم هو مسائل جزئيه، ولكن لم نسمع منه المسائل الاساسيه والرئيسيه والتي تخدم الجزائر، باستثناء انه تنازل عن عرشه وجلس معنا. شكرا. تنازل عن عرشه وجلس معنا. شكرا. عنوان واسع واسع جدا، مستقبل الاسلام السياسي في الجزائر، حاجه كبيره. اسمحوا لي اذا كان خرجنا على الموضوع فما قدرناش ننزلوا في العمق، رانا نشوف السطوح. شكرا لكم. الشيخ كليب ديبا ما قلتنا له يا ولد. كليب ديبا. هضر الاستاذ مقرن ايت العربي كان معني عليك باللي انت راك في المعارضه وساكن في كليب ديبا. ممتاز. عندك حراسه وامتيازات. ممتاز. شوف شوف حوس على اي واحد من المعارضه، انا مش معارضه. حوس على اي واحد من المعارضه وراه ساكن. انت مع المولد يا شيخ. ما درت لك معك حوس عندك يا شيخ. هذا يشوف حاطه طالع عندك وتوقف. سمعتوها ولا نعاودوها؟ هشام نعطيك رجوع عاود لي هذيك التاليه. كاع قال لك انا مانيش مع المعارضه. عاودها. ممتاز. حراسه وامتيازات. ممتاز. شوف حوس على اي واحد من المعارضه. خليها نعطيك رجوع. مش معارضه. حوس على اي واحد من المعارضه وراه ساكت. انت مع المولد يا شيخ. ما درت لك معك حوس عندك يا شيخ. وراه ساكت. انت مع المولد يا شيخ. ما درت لك معك حوس عندك يا شيخ. هذا يشوف حاطه طالع عندك وتوقف. رشوة على المباشر.
هذه الهشام رجوة كي عاود لنا تاع ابو جراح كليب ديباني يا بوي كي عتموا المعارضه وعلى تهفوا في القاشي هفهموا انت راك مناضل ولا رئيس حزب المقر يقول احنا معارضه وانت تقول انا راني في كليب ديب فهمونا فهموا هذا الشعب المسكين راه هبل هبلتوه الشعب هذا وهو على سبابكم اللي عزف على السياسه ولا ما يشتيش سياسه ولا يضل يتبع في ميسي ورونالديلو وفالديلو وسمي لهذوك اللي يلعبوا البالون مخلي البلاد هامله يلعبوا بها قائما هبه ودبا قلت لي يلتم طالع هابط تاعك خلاص يرواح ويلكم تو مستر النووي طالع هابط ابو جرا السلطاني الكليب ديباني هابط زيد له واحده زيد له واحده من عبد خالد هيا اطلق عليا شدي تقول مزوره هذه ولا نقال يعني هي حرام حرام رشوه حرام ومزوره حرام التزوير واستعمال المزور والرشوه العلنيه 5 سنين 15 سنه حبس جيب لي القفه خالده صحيت الموضوع الثاني وزير الباطمات وزير البارطمات تبون الوزير تبون اليوم ولا البارح دار تصريح في الفورم تاع الاذاعه قال كلام زين بصح يا سي تبون شوف نتفهموا مليح تبون رجل خدام لا شيء تا لا والو ما نحتاج منك والو ما تعطيني لا بارط ما والو الله لا يكثر لك خير ما تمد لي والو سي تبون خدام المشكل انه قطاع السكن قطاع كبير يهم الشعب الجزائري فيه ذيابه قطاع السكن نقول لكم دي مباشره المدراء تاع السكن بزنسيه يخدموا غير كحله مدراء جماعة تاع الوكالات العقارية لازونش في السيارة هذوك يسموهم وجماعة تاع لاديال وجماعة تاع هذوك تقول لك يا ابن عمي تبون تهضر معاه يستقبلك ويتجاوب معاك وهذا المدراء اللي جايين لتحت خاربينها معرقين علاه اللي يجي في الطريق يضربوا بارض ماء وي خاصتك بارض ماء هاك بارض ماء هاكي بارض ماء هاك بارض ماء هاكي بارض ماء هاكي بارض ماء هاكي بارض ماء هاك بارض ماء أطلق سي تبون وش راه يقول من المفروض ما نسلموا لهم المفاتيح حتى يجيب لي السيرتيفيكا نيجاتيف دي دومين لان في بعض الاحيان بون في شيل تاع لا دي يظهر بلي ما عندوش ما استفادش من لوبيجي ما استفادش من 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 الرورال ما استفادش من هذه ما ولكن شكون اللي يقول لي بلي ما عندوش فيلا في كالكو بار ما عندوش مبناش في السبعينات ولا ما احبس ستوب لا يا سي تبون المواطن الجزائري مدام ابن الجزائر من حقه امتلاك سكن اجتماعي ال اس بي ال بي بي اديال ترقاوي ما عم باليش انا كيفاه هاو مثلا دوك انا نوي ولا نقولوا مثلا السيبتي كتبت لي تعطيني فيلا مثلا واش دخلني ثاني بالفيشي نسيتي ثاني دخلها بالفيشي ولا كاش واحد انا نبحثو يعطيني قصر يعطيني 100 قطار تاع تراب مثلا ولا دخلني بالحساب انا حقي ولا حق المواطن يديه هذه ماهيش خدمه هذه كاينه حاجه راح انا في الحقيقه راح نقول لك عليها كي تكمل الموضوع عطلق حسين هشام ان صفقه نتاع 4500 سكن فاتت امام الحكومه راه عندها 9 اشهر ايه الارضيه موجوده والشركه موجوده وما طالقش فيها احبس مش اول ملاحظه ندير 4500 سكن الاخرى الشركه موجوده والارضيه موجوده ومازال ما انطلقش فيها وانت واش راك دير هذا اللي ما انطلقش فيها ياك انت هو المسؤول على قطاع السكن راح تولي نكبو ضيافه اللي يا سي تبون اللي يغلط في القطاع تاعك اعطيه فلقو رانا في وقت راه جاي قوم ولا طلق ما كاش يا باتسكات اللي يخدم يخدم اللي ما يخدمش يطير ما نحتاجوش سبحان الله العظيم يا سي تبون القطاع تاعك انت شاب وراك خدام ولكن الناس اللي دايرين بيك لازم تنقي الحاله شويه لازم تبوجي الحاله شويه كيف هذا 4500 سكن راكد عليها وتخليه واش نديروا انا نهبطوها عبد المجيد تبون وزير البارطمات وليزابارتومو ها من عندنا ديره هابط شكون اللي هابط تبون العروسي هابط زيد جماعه تاع ستيكاج يا سيدي هبطوا قاع تبون اطلق
درك نقول لكم تبون على هبطناه، هذه قضيه هو راه مسؤول ولازم يسيطر على. اعطيني الوقت يا نذير. ايه عزام زال الوقت. نخدم بالتكسال. قلنا سي تبون على هبطناه. سي تبون شوف غير مشكله تاع لي زوبيجيه على المستوى الوطني، خراب فساد لا نظير له. والله غير فساد رانا نلقاو في لي زوبيجي، والله ما يتحملوا العقل. نعطيك مثال، رحنا لولايه بومرداس حضرنا عمليه الترحيل اللي قام بها اشرفت عليها ولايه بومرداس على راسها الوالي فواتيح مداني، اللي رحنا عمي موسى اولاد موسى، تحيه الناس عمي موسى، تحيه لولاد موسى، تحيه الناس ال 14 ناس خميس خاشنا ناس ولاد هداج، تحيه ناس بومرداس كاع 35 خاوتنا. ولاد موسى فيها حاجه غريبه عجيبه، سكنات عندهم 30 سنه رشاوي يا جماعه تاع من تاع لوبيجي، لوبيجي هذه تعمل تاع وزاره السكن، وزاره السكن تكون مسؤوليه تبون، وتبون غير زعما بومرداس ماهوش مش جايب لها خبر شخصي، يهبطوا للميدانات يا جماعه يا الوزاره يا الولات يا الولات با البسوا لي بوطات وهبطوا للتيران تشوفوا العجب، خطونا من البيروات خطونا من البيروات. اطلقنا ولاد موسى هشام هاي بلديه ولاد موسى، اقلع اقلع النوي اقلع النوي، النوي راه كرهوه الناس كاع، هاليك ولاد موسى كرهوا الذيابه على بالي والحسادين انا على بالي، بالعقل بالعقل هاليك ولاد موسى في السانترفيل في وسط المدينه احبس، هاليك البروجي تاع لو بي جي اجمع ها، قال لك النوي قال لك النوي فتان قال لك النوي شيات قال لك النوي مهرج يا سيدي ها انا مهرج وفتان وشيات ها اطلق يا هشام ها ملك يا جماعه ها رشا كلش الحديد رشا البيضون رشا ها علاه ما نعرف في وسط لافيل ماشي قال حاجه مخبيه ولا ها ولاد موسى وما خفي اعظم في ولاد موسى راه كاين حوايج يندرها الجبين ورانا جايينها بشويه ها إيه في وضح النهار هذا الشيء رانا مبينوا فيه السيد الوزير تبون والسيد الوالي فواتيح واش راه صاري مثلا في ولاد موسى تحركوا يا جماعه هذو راهم باطيمات هذو ونزيد لكم حاجه هذو باطيمات خلاص رجعوا لازم يتهدموا ديموليسيون هاوليك الله يبارك تيران كيما هذا الله يبارك ديموليسيون وبنوا فيه حوايج زينين شوفوا الكارثه العظمى وشنو هاليك ها 30 سنه من التسعينات يا جماعه الخير ها ها يا سي تبون ها لوبيجي تاعك ها راشيه من تحت ها او كلب او كلب او كلب هو سبحان الله المشاريع تاع الزير ولا عايش بها غير كلاب ها يا جماعه ماشي ماشي شويه طويل الفيديو هذا ها شوفوا يا جماعه شوف كيف يرحم والديك هذا الرزق لو كان جا تاع كاش واحد مسؤول مثلا لا مثلا لو كان جا تاع واحد مسؤول يرضى على رزقه هكذا جاوبوني يرضى والله ما يرضى احبس ها احبس احبس هذو زوج باطيمات جايين على طرف الطريق كيف داروا لهم زعما شوميزاهم الشوميزاج هذا وشنو هو البيطون كي يكون راشي يخدموا له سيستم تاع جيني سيفيل يخدموا له البيطون من برا وجو طالعين به مليح سيدي هي من المفروض انه هذا البنيان ما يتشوميزاج يا الخداعين يريب يريب كيف بوطو تشوميزي هاك شوميزه وزوج باطيمات شكون العزوج في عمرها 80 سنه داروا لها مكياج باش تتزوج ما هي خطبوها تسخروا بينا تسخروا بينا هاي الباطيمه هات لك يا حسين ها هشام هاي الباطيمه يا هشام هاي الباطيمه ها اغسلوا غير وجهها برك اغسلوا العزوج وجهها كيف داير يا عباس اغسلوا كيف دايره باينه هاو التلباس هاو باين هات لك يا هشام شوف كيف دايره شوف وما خفي اعظم ها شافوا ها في السنترفيل شوفوا المحلات وين جايين تحت الارض تحت الصفر تحت مستوى سطح البحر ماشي زيد ارنو ارنو هشام ارنو ارنو ولا كيما دبر راسك تهردوا بيناتكم خلاص ها ملك الليل ها هذو زوج باطيمات تزوقوهم زعما كونكو باش يدرقوا العيب يا جماعه زيد ماشي احبس 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 خلي طلع طلع شوف ماشي ماشي رابيد خلاص يا احبس 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 الجماعه الذيابه اللي راهم شادين ولاد موسى ذيابه جو دي بيان لي لو يسموهم لي شاكال ولا لي لو لي لو لي لو دو ولاد موسى كاع هابطين الداون زيد واحده زيد واحده من عندي زيد اطلق
نادي شحال فرحان الاشهار والطلبة وياه من عمي راحوا الاشهار راحوا الاشهار العالمية والله ما شربتها في حياتي ما شرب اطلق يا روح عطيك لي طوب وين هالطوب ما كانش نبداو اي روح واش عندنا الان ايه وين الرحله ايه يا جماعه جبنا لكم حاجه زينه اليوم على بالك بالتقرير اللي فات تاع الولات احنا اتفقنا خير قلنا كاين ولات خدامين نرافقوهم وندعموهم ونكشفوا لهم الفضائح على مستوى الولايه تاعهم منهم السيد مدني فواتيح اللي كان في اضرار من بعد راح الميلا من بعد من الميلا جاء الولايه بومرداس بومرداس اللي كانت تعاني في العهودات السابقه جاوها ولات راكدا وات مانجي وتحوس على الكونجي راكدا وات مانجي وتحوس على الكونجي يا راكدا وات مانجي وتحوس على الكونجي راكدا وات مانجي وتحوس على المانجي على الكونجي قلنا ابو مرداس كانت بكري ورده الصباح تتفتح والعشيه كي تعليها ندات على الليل تتغلق جاوها واحد المدمرين لا مافيا تاع العقار ميكروبات من افغان طاحوا ليها كلاوها ابو مرداس ردوها منقولها مباشره ردوها منقولها ولا ما كان لا ما نقولهاش المهم جاء هذا الوالي فواتيح التقينا به الوعد اللي قطعوا علينا قال عندي 12000 شالي قال ما يفوت عليا العام حتى نقضي كاع الشاليات ورانا نتبعوا فيه البارح يوم الاثنين بدا عمليه ترحيل حوالي 600 مسكن في ولاد هداج تحيه الناس ولاد هداج واليوم رانا اليوم راه ب 210 في المخفي حوش المخفي وان شاء الله ربي يوفقه وندعموه ومن بعد نفهمكم القضيه تاع السكنات كيفاه يا جماعه الوالي هذا جاء بدا عمليه الترحيل وعلى ما ترحلوش الاخر المره اللي فات معناها كاين السكنات واجدين والترحيل ما كانش لي زابارتومون يدو فيهم من تحت لتحت الذيابه ومدام دليله ومدام خيره ومدام زوزو ها اطلق لي فيديو اقلع النووي سيد الولي راح نسالك راني هابط سيد الولي راح نطرح لك سؤال على لي سيت تاع الشاليات كيفاش راح يكون الاستغلال تاعهم ان شاء الله هو ما يخفاش باللي ملف شاليات على مستوى ولايه بومرداس 95 موقع على مستوى 28 بلديه و 28 بلديه هذه العقارات اللي رانا نسترجعوا فيها اليوم هي عقارات في الاصل كانت عقارات فلاحيه وتم اعاده تصنيفها في الوقت المناسب انذاك راح ترجع الحاله تاعها ان شاء الله اليوم ترجع الى استثمارات اولا والى مشاريع عموميه كيقول مشاريع عموميه ملاعب مدارس وسكنات الشيء السيت الاول هذا تاع ولاد هداج كاين مواطنين راهم يشتكي وقال لك حنا قصرنا من الترحيل وشنو السبب في رايك تاع الترحيل البطاقيه الوطنيه هي الفاصل بيننا وعد اليوم قالت لك انا قلنا لها عندك سكنه في حسين دي روح جيب لنا البيا باللي سكنه بجي تاعك وروح دي سكنتك حنا الفاصل بيناتنا ماهيش هو قال هذا نعطوه هذا ما نعطوش عندك حاجه في البطاقيه الوطنيه الله يزال عليك القانون اللي يفصل بيناتنا وبالتالي اي واحد عنده مطلمه انا راني باش نرفع هذا سؤال اخير سيد الوالي تفضل الشاليات في بومرداس بعد 14 سنه من الزلزال حوالي 14 سنه هي الحقيقه وصمه عار في جبين ولايه بومرداس اللي عندها مؤهلات باش ما تلحقش الحاله اللي فيها هل نستطيع القول اننا نقدروا باش نقضيو على يمه الشاليات هذو ولا ايه ولا انا رجل تحديات التحدي الكبير تاعي هو انني اقضي على ملف الشاليات على مستوى ولايه بومرداس 28 بلديه 95 موقع 12064 شالي من ديسمبر حتى ديسمبر 2017 ان شاء الله ربي يوفقك يا سيدي ان شاء الله بكل حال الوالي هذا المسيو فاتح من نهار اللي جا هو اسمع قام بخطوه عظيمه الحمد لله يا ربي اسمع اتخذ قرار كي يهضر كلمه يطبقها انه قام بانجاز عظيم يعني سربا 700 قرابة 700 مسكن يعني يعطيها الصحة وكبرتي هنا في شالية كبرت هنا وكي تروحي من شالية ما توحشيهمش نتوحشهم عندي 13 سنة وانا حنا ساكنين راكي فرحانة بيان سور راني فرحانة والوالي تاع بومرداس اللي قام بعملية ترحيل طالعوه ولا نهبطوه؟ نطلعوه ولا نهبطوه؟ نطلعوه ها؟ راكم فرحانين؟ ها؟ ان شاء الله
شالي تروحي لي ولا ما تروحيش؟ لا انا ما نروحش. صح واش تقولي للوالي تاع بو مرداس الجديد اللي خذا قرار باش يهدم الشالي؟ واش تقولي للوالي؟ نقول له صحيت ولا غير هنيتنا. هذا اللي كيدوز زي حاجه ساكن الاجتماعي على مستوى اخو معروضين هذو ثاني 200 سكن. اسيد الوالي راه حكمت لك مع كيران مع كوستر. الله يخلينا الكار. 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 كاش ما بقات هضره؟ هاوليك راجل خدام تاع ميدان وعد ووفاء وتاع تيرا. وهذا الميساج لمن؟ للناس اللي راهي راكده في البيروات، الولات، الوزاره، المديرين، هذ الناس اللي راكده وتمونجي وتحوس على الكونجي، يا راكده وتمونجي وتحوس على الكونجي. يا جماعه عيب عليكم، المسؤوليه هذه راهي امانه وتسالون عليها. شحال تسوى الفرحه تاع طفله ملائكه كيما هذه؟ تسوى مال قارون. علاش ما تنوضوش تحزموا تهبطوا للميدان؟ القضيه راهي في الميدان. الذيابه يا الولات، يا الولات، ميساج للولات، الذيابه على المستوى تحت 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 على بالك راكم فاهميني، راهم كلاوها البلاد. وهذه مسؤوليه امام الله، غدوه الناس تتحاسب، اللي يدخل الجنه يدخل ويدخل جهنم يدخل، وانتم ما تقعدوا تتحاسبوا والو. الزمن تاع سيدي ربي كاع ما يكفيكمش الحساب، لانه هذه البلاد خلوها شهداء، خلوها امانه لينا، ورانا نلعبوا بها بهذه العقليه هذه. ماذا بنا نفطنوا نخدموا بلادنا، مش حاجه كبيره، نخدموا بلادنا، وكان نخدموا بلادنا عدنا الخير والله العظيم غير نتكفاو كل، والله غير نعيشوا في سعاده ورخاء وهناء. المهم الوالي فكرني قبل ما نطلع الوالي فواتيح. يا سيد الوالي، بو مرداس راه عندها رجاله خدامين مقاولين وفلاحين ومستثمرين، ماذا بك تنتبه؟ ولاد البلاد اللي غيروا على البلاد، الناس هذوك الدخالة البزنسية هذوك اللي ياكلوا الحلوف، رد بالك منهم، اكلات الخنزير، ما يرحموش ربي، ما فيهمش رحمه ربي. رد بالك، كاين ناس راه عندك لي سيرفيس معاك، الولات راه عاطي، الولات واش عاطي لهم؟ عاطي لهم الجدارميه، وعاطي لهم لابوليس، وعاطي لهم الدياره، المخابرات ما نقولش، وعاطي لهم لي بومبي، عاطي لهم كلش في يديكم. يجيكم واحد من الذيابه ليكيدوه، طبعوا يروح الواد. يجي واحد خدام دقدق وفتحوا له البيبان. هذا ما كان. وحنا رانا معاكم، والشعب الجزائري معاكم، وربي معاكم. اما انكم ترقدوا في البيروات ويديروا بكم الذيابه، ياكلوا الولايه، من بعد المواطن يولي يخلص. هاب لك هذو 13 شالي، علاه ما كانش سكنات في بو مرداس؟ كاين سكنات، بصح الذيابه يلعبوا ويبزنزوا. المهم الوالي فواتيح تاع بو مرداس عند النووي اليوم طالع هابط. طالع زيد له واحده. لا طالع زيد له واحده. طلعوا خالد ولا ما طلعوش؟ خالد قال لك راك طالع، وانت طالع، وانت يا طالع، وانت حسين. ها يا سي فواتيح الفريق التقني راه فرحان وقال لك راك طالع. هات لك واش عندنا؟ واش كاين هنا درك؟ هضر معايا. هذه وشنو؟ ها نشوف اسيدي، ما نشوفش. هاو تقعدوا تفوتوا لي كاش حاجه ثاني، انتم راكم ما فيكمش الامان. يا جماعه خليني نشوف فيديو باش نشفى، راه بك راني نخدم لا ورقه لا ستيلو. صح يا جماعه، هذه الفقره اضافها لي صديقي في المونتاج، قال لي ماذا بك دير لنا فقره يسموها فقره نكاز النكاز. نكاز هذا، نكاز هذا، رشيد نكاز، مريحتهم كلمه يا ابن عمي. واش راك تحوس؟ يا ابن عمي وجه الفوط، دير قائمه ودخل الانتخابات ونورمال. علاك ظلت نكاز ودير في المشاكل وتبهدل؟ ها خلاص زمن التهريج هذاك ولا الا القضيه راهي ميدان. روح خدم، خدم على روحك في صمت، وخدم على روحك نورمال. الاك صح جزائري حاب تخدم بلادك، تبهدل هذاك راه ما ينفعش، ما يدي ما يديش بعيد، لا انت لا احنا. سقم روحك ركب في الرايه برك منكم الله. هاوليك ما نجاوبش انا. اطلق اطلق. كومباري نو افيك المغرب، مع المغاربه والتوانسه والليبيين والمصريين. اون في ميو كو اسبانيا. شحال بك كيلومتر منها؟
لا حما غير سياسه. لا اسبانيا شحال بكينا بعد هذا مكان؟ اسبانيا ما استعمرتهاش فرنسا 130 عام. لا قولي شحال بكينا بعد هذا مكان؟ واحد 700 ميم با صاي 350 صاي 350 سنه من المارسيل. حنا استعمرنا فرنسا 132 عام 130 مستعمرين السيد 130 سنة. صحيح. نعرف فيتنام، نعرف فيتنام. نعرف فيتنام، نعرف فيتنام. فيتنام، شكون اللي استعمر فيتنام؟ فرنسا. فرنسا. وعلى بالك المستوى الاقتصادي تاع فيتنام كي داير اليوم؟ واه. ما شاء الله. غادي يكون أعلى؟ ما شاء الله. غادي يكون أعلى. لا راه ملاح ولا لا؟ واه ملاح. يعطيك الصحة. علاه ملاح؟ باسكو الفيتنامي ما يحوسش على اللحم، يحوس على الدود ياكله والجراد وكذا، حنا ناكلوها ما ناكلوش على داكشي. سي بو سادا كوني اوني تابلي. أنا با موجي نمبورتو. لا لا ما شاء الله. السلام عليكم. أحمد 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 هنا رشيد نكاز كان يحضر أنا فقير في ميستر غانم، تلاقى مع هذا المواطن اللي بردوا، قال له ما تقارناش احنا مع احنا الحمد لله رانا بيو ورانا فيار في بلادنا وكاين الذيابة ونحاربوا الفساد والذيابة بالعقل بالتي هي أحسن وماناش تاع فوضى وما كان لا هذاك التهريج الزايد على اللزوم. ها المثال الثاني هذه هنا أصلا راشد نكاز راح الله سويس والمرة راح المبنى يجمع تاع سفارة تاع قنصلية شريتها وزارة الخارجية وقال بلي هذا الدار تاع أو يحيى. ها أنت أنا ماني ندافع على أو يحيى ماني ندافع على زلال ماني ندافع على حتى واحد يا ابن عمي هنا على الشيطان. ها خلاص ها ما تكرهش الناس فيك. كيفاش مبنى تاع السفارة تاع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لك ميسيون بارمانونت ألجيري ريزيدونس رزق الجزائر ما يقدرش او يحيى مركي على اسمه محال كون جات او يحيى ما يقدرش فيها الجيري تمسخر بينا وشاهده شاهدوا من اهلها من جماعه تاع تاع جنيف جماعه تاع لاسويس ما هضروا معاك هطلقا عليكم الزول في الاول الزول في الناك يا رشيد اماك جنيف في سويسرا صح كنا في مدينه ليون في فرنسا رانا قدام الدار قدام الكسر تاع سي ويحيى قصر تاع سي ويحيى على بالكم بلي هنايا محطوطه في فرنسا يا ويحيى عيب عليك تشري قصر وما تقوليش ايه تشري قصر وما تقوليش اطلق من كان لا العربيه لا الامازيغيه راكم تشوفوا كي دايره الحل هنايا في سويسرا ما شاء الله روح يا القلي روح عيش يا القلي روح خلي ويحيى يشري اكثر تاع 900 مليار سنتيم باه يدير العلاقات مع اسرائيل على بالكم بلي شراه اكثر في 2008 وفي هذاك الوقت كان واحد السفير يسموه دريس جزائري وسي يحيى قال هذا السفير دريس جزائري لازم يدير علاقات مع اسرائيل. واو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك؟ رشيد وعليه تكذب؟ علاش؟ راك تكذب على الناس. على روحك. تفضل سعد. هذه يا رشيد هذه سفارة الجزائر. هذه سفارة الجزائر. أنا جزائري أنا جزائري وأنت تكذب لأن هذه سفارة الجزائر وأنت تقول باللي هذه ملك ويحيى أنت تكذب. هذه شريتها وزارة الخارجية الجزائرية لتكون للجزائر. أنت تكذب يا رشيد. أنا جيت لأنك تكذب. جيت لي بقول لك ما هاك. جيت نقول لك باللي تكذب وأنك تغلط في الشعب الجزائري. شحال يخلصوك؟ لا تكلم مع السفارة. شحال يخلصوك؟ تكلم مع السفارة يا رشيد. أنت إنسان كاذب يا رشيد. هذه سفارة الجزائر. هذه سفارة الجزائر. هذه أنا ما سافرتيش أنت اللي خلصوك. أنت اللي خلصوك. هذه لا هذه. هاك روح تقرا هاكم شوفوا ولا لا شوفوا ربي تخلقوا طردوني شوفوا طردوني وين طردوك يا غيرك في مسطرك في وهران وين طردوك كل هالجزائريين شنو هالجزائريين الجزائر كل دولة كل دولة في الجزائر اسمع كل دولة اسمع انا انا اسمع اسمع انا يكذب عليكم معليش سافاكوا يا رشيد لماذا تكذب على الناس لماذا عندك مصالح شخصية اختمها ما تخدمش بلا الشباب وريهم هنا وريهم هاي شوف كاش ما نهضرش انا ماي قال لي ندير واش طلع واش تهبط انا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طالعة وتبقى واقفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والناس الخلاطين المهابيل اللي راهم يخدموا عدم الخيوط من برا هابطين زيد واحدة زيد واحدة زيد واحدة الراشد نقاش خالد قال لك هابط هابط وانت نادي ثاني شاوي قال لك هابط زيد يا ابن عمي قاع هابطوا كل جماعة زيد فاقوا بيك يا رشيد خلاص النقاز روح تنقز في باغي وفي ليون ولا راح ترشح مع ساركوزي راه خلي لك البلاصة اطلق
خلاص هذه الفقرة الأخيرة هذه راح نفوتوا تحية للأمن الوطني الجزائري. كنا نهضروا دائما على الدرك الوطني، الأمن الوطني ثاني راه قايم وراه دار موبيليزا، دار تعبئة بمناسبة احتفالات السنة الميلادية، والاحتفال التعبئة هذه ولا هذا الشيء راه داروا احتياطي قبل يومين قبل الاحتفال، وهذا الشيء منقولوا مشكورين ولكن بلا مزيتهم راهم في خدمة الجزائر. الأمن الوطني والشرطة الجزائرية مثال مثال الحق تاع ربي، ورفعنا رصاننا حتى في الخارج، وذوك يقول لك النووي شيئات. هذا الشيء بفضل السهر والوقوف تاع القياده اللي تسهر على الامن الوطني وقياده اللواء عبد القاني الهامل، اللي تحيه من عبد النووي بورتيفي الى ابناء وطني القاني في الشرطه الجزائريه. وهذا الشيء اللي رانا نهضروا فيه هاملك ناس برانيه شهدوا للشرطه الجزائريه على المستوى اللي وصلت ليه. اطلق ومن الامارات الى الجزائر حيث أحبس كان أحبس. عبد هذه قناه اعلاميه اماراتيه داروا تقرير، اسمعوا واش راهم يقولوا. مجيد بروبا متوجها بسيارته عاودوا من المجيد عاودوا من جديد باه نفهموا المعلومه. ومن الامارات الى الجزائر حيث كان عبد المجيد بروبا متوجها بسيارته الى المستشفى الجامعي في منطقه بسطيف، فاوقفه شرطي مرور لانه كان يتحدث على الهاتف. إلا أن الغريب في ذلك أن عبد المجيد اعترف فورا بأنه كان يتحدث لمدة ساعة ثم انفجر باكيا. وعندما علم الشرطي بالسبب وهو أن السائق كان يحاول خلال محادثته البحث عن من يتبرع بالدم لابنه في المستشفى في حالة طارئة، لم يكتفي بإلغاء المخالفة بل توجه مع السائق إلى المستشفى وتبرع بنفسه بالدم لابنه. وبالرغم أن الشرطي رفض التكريم أو التعريف بنفسه لوسائل الإعلام، إلا أن السائق اكتشف لاحقاً أن هذا الشرطي بالذات معروف بمواقفه الإنسانية المتميزة، ولا سيما مع المشردين وذوي الاحتياجات الخاصة. المهم احنا ما يهمناش من سطيف ولا من عنابة ولا بأضرار ولا بأتنا، المهم جزائري حر من أبناء الجزائر. هذه هي الشرطة الجزائرية اللي نحيوها، وتحية من عند النووي من عند النووي إلى أبناء وطني الغالي في الشرطة الجزائرية اللي شرفونا. وكاين حاجه بالمناسبه يا جماعه راح نوجه نداء لمن هذو ابناء الوطن اللي راهم في الشرطه في السلك تاع الامن والدرك اللي راهم في الطرقات ويحموا فينا. كاين حاجه يا جماعه، كاين واحد الظاهره ماهيش مليحه ماذا بينا نحبسوها، تاع هذو ابناء المسؤولين وولاد اصحاب الشكاره هذو يحشموا شويه على ارواحهم. لازم نروحوا من العقليه هذه تاع القرون تاع الجاهليه، تاع انت وليد مسؤول ولا وليد عباباك عنده الشكاره تروح تتكسل لنا على الناس في عيب عليكم. ماذا بينا نروحوا لثقافة القانون للجميع، يا معليش هذا في ربع دقائق من المدرسة هو سيدي او انا تسالني ولا او اقلعوها لي ديك تاع التقديم وتاع الاخر اقلعوها لي هاك رشوة هاك ها على المباشر غدوة يعيط لك النائب العام تاع مجلس القضاء ها استلم رشوة من عبد المعني النووي 2000 دينار جزائري على المباشر. قلنا يا جماعة اجمع يا ولاد المسؤولين ولاد اصحاب الشكاره وكاع حشموا شويه على رواحكم. الشرطي هذاك موش شخص، الشرطي راه ملك الشعب الجزائري والدركي ملك الشعب الجزائري، راهم هما مساكن راهم مسبلين رواحهم للموت باش احنا نعيشوا، ما حشموا على رواحكم عيب عليكم. هو اللي عندك الدراهم ولا بويك عنده شكاره تاكل وتاكل تاكلوا البلاد، حشموا شويه على رواحكم. هذه العقليه الباليه هذه ماذا بينا بشويه بشويه تروح، ونروحوا لثقافه القانون، القانون يطبق على الجميع كاع سواسيه كاع سواسية امام القانون. هذا واش راح نقولوا. تحيه الى ابناء وطني في المديريه العامه للامن الوطني الشرطه، تحيه الى افراد ثاني في الجيش الوطني الشعبي حمايه الوطن الدرك الوطني كاع الاسلاك الحمايه المدنيه. واش نطلع حما الشرطه الجزائريه طالعه اكل زيد وحده اطلقها حسين ها هشام. الوقت راه خلاص راك مشتو حتى ما ديت رجوه باش زدت 8 دقائق ولا 7 ياه نخدم وطلق لي فيكسبوك ها طلق فيكسبوك يا هشام طلق فيكسبوك فيكسبوك هو كي العاده راك خلاص هاو باين الوقت خلاص يا جماعه. ان شاء الله نتمناو بمناسبه رانا نتمناو عندنا امل كبير انه العام الجاي ان شاء الله يكون عام تاع خير وعام تاع هنا وعام تاع استقرار للبلاد. ان شاء الله ينشر بيناتنا ربي الخير وان شاء الله المحبه والاخاء، نتواحدوا نتحدوا ونحافظوا على
بلادنا الجزائر يا سيدي. وفي النهايه رانا كاع خاوه، كل واحد عنده نظره للحب الوطن ونظره للوطنيه، نتلاقاو كاع في حب الوطن، انت تحب البلاد وانا نحب البلاد، انت معارض انا موالات، انت موالات انا معارض، بصح في النهايه احنا كاع ولاد الجزائر، كاع مصيرنا مشترك، كاع اللي يهمنا الامن والاستقرار البلاد ويهمنا الرخاء. يلا نقلعوا هذه العقليات والاخلاق الفاسده هذه ونوضوا نخدموا ونعاونوا بعضنا ونتحابوا ونقلعوا الحسد والبغضاء، وهذه هي. وفي النهايه رانا نقولوا باللي نحافظوا على مميمتنا الجزائر اللي ما عندناش ام واحده اخرى من غيرها. تحيه الى ابناء وطننا الغالي في كل مكان، تحيه الى الفريق التقني العامل معي من خالد الزبيري الى جماعه تاع استيكاج ناس عين البيضاء، نذير الشاوي، هشام جماعه تاع الصون، يا حسان جماعه تاع السبور اللي راهم مزاهينا اليوم، العروسي العروسي تاع الجيتي راه غيستنى فيا، راه يغلي العروسي، يا لوناس قدور وخديجه والجماعه كاع اللي راهم هنا، يا هشام وحبيب وناس بريكه، تحيه من عند النووي الى ناس بريكه ولا حبيب. الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم، دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وطلق يا هشام جيش النووي العظيم. منوي هبط منوي هبط نوي هبط نوي هبط. Thank you.